لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم أحبتنا الكرام عبر هذه التغطية المباشرة والحديث عن مضامين هذه الخطبة العظيمة، خطبة عرفة، على قناتي روتانا خليجية والرسالة، وأيضا على إذاعة روتانا FM. أسعد بأن يكون ضيفي في الاستوديو هو فضيلة الشيخ الدكتور راشد ابن سعد المطوع، أستاذ الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء. باسمكم وباسم فريق العمل نرحب بضيفنا. أهلا وسهلا بكم شيخ راشد. أهلا وسهلا بالشيخ فيصل، وحيا الله المشاهدين الكارم والأخوات المشاهدات الكريمات، وأسأل الله عز وجل أن يتقبل من الجميع الصالحين من الأعمال، إنه جواد كريم. اللهم آمين. شيخ راشد، ونحن في هذا اليوم العظيم، أعظم أيام الله ومن أعظمها، ونحن قد استمعنا لهذه الخطبة العظيمة التي ألقاها الشيخ الدكتور ماهر بن حمد المعيقلي، خطبة عرفة. قبل أن نتكلم عن مضامينها، ما كانت هذه الخطبة منذ أن بدأها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي في كل عام لها حظوة لدى المسلمين، وخصوصا عند في الآونة الأخيرة عندما أصبحت هذه الخطب تبث وتصل لأقصى الأرض؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أسأل المولى عز وجل أن يتقبل من الجميع الصالح من الأعمال، وأن يتقبل من الحجيج حجهم، وأن يودهم سالمين غانمين بعظيم الأجر وجزيل الثواب، إنه أكرم الأكرمين. أخي فيصل، تكمن أهمية هذه الخطبة من عظم هذا اليوم. فيوم عرفة يوم إيش؟ يوم مشهود، الله عز وجل أقسم به في سورة البروج، ماذا قال؟ واليوم الموعود وشاهد ومشهود. ولذلك جاء عن جمع من المفسرين أن اليوم المشهود هو يوم عرفة، وهذا يوم عظيم. ولذلك جاء في الحديث: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم عرفة، خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي يوم عرفة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أيضا جاء يهودي لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه وقال: يا أمير المؤمنين، آية تقرؤونها في كتابكم، لو أنزلت علينا في يوم من أيام لاتخذنا ذلك اليوم يوم عيد. فقال عمر: إنا لنعرف ذلك اليوم وذلك المكان نزلت عليه صلى الله عليه وسلم، وهو يوم عرفة قائم يخطب بالناس. قلت لك أخي فيصل أن عظم هذه الخطبة تكمن في عظم ذلك اليوم، لأن يوم عرفة يوم عظيم، يوم مشهود، يجتمع فيه الحجاج على صعيد واحد في ركن الحج الأكبر. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال: الحج عرفة. والمصطفى صلى الله عليه وسلم عندما قام خطيبا لمن حج معه من الصحابة، اتخذ هذه الخطبة كمنبر يوصي فيه وصايا ورسائل عامة لكافة المسلمين في عهده صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة. ولذلك لو تأملنا مضامين خطبته صلى الله عليه وسلم لوجدنا أنها عريضة ووثيقة يضعها صلى الله عليه وسلم بين يدي أمته إلى قيام الساعة. ولذلك نلحظ أنه كلما أوصى ماذا قال؟ قال: ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. فكأنه صلى الله عليه وسلم يعرض هذه الوصايا وهذه الاتفاقيات وهذه المعاهدات وهذه الأوامر وهذه الواجبات منه جل وعلا على عباده قبل يوم رحيله صلى الله عليه وسلم. لأنك تعرف أخي فيصل أنه صلى الله عليه وسلم حج الوداع، وهي آخر حجة له، وهي حجة وحيدة له صلى الله عليه وسلم، ولذلك سميت بحجة الوداع. فلم يعش بعدها إلا بضعة أشهر، فمات من ربيع الأول الذي يعقب تلك الحجة. فكان صلى الله عليه وسلم حريصا في أن يوجه رسائل عامة لأمته صلى الله عليه وسلم من خلال هذه الخطبة، لأن بالميثاق الذي أعلنه صلى الله عليه وسلم لأمة الإسلام في زمانه ومن بعده إلى قيام الساعة. فخلاصة القول في هذا أخي فيصل، تكمن أهمية هذه الخطبة في أنها في يوم عظيم،
بمشهد من الناس في إقامة ركن عظيم من أركان الحج، في إقامة ركن من أركان الإسلام وهو إيش؟ حج بيته الحرام. ولا سيما أخي فيصل المعلوم بأن ركن الحج يجب على المسلم في عمره مرة إيش؟ مرة واحدة. وأيضا أخي فيصل اليوم زاد الأمر أهمية مع ذيوع مثل هذه الخطب كما أسلفت قبل قليل في نشرها من خلال وسائل الإعلام المختلفة المسموعة والمرئية، فأصبحت كالمنبر الذي يتحراه المسلم في نهاية كل عام إيش؟ كل عام مع قدوم هذا الموسم العظيم موسم الحج. ولذلك كما أسلفت كان ميثاقا منه صلى الله عليه وسلم ووصايا منه صلى الله عليه وسلم لأمته، وسار على ذلك نهجه أو على ذلك النهج من بعده من المسلمين منذ عهده صلى الله عليه وسلم إلى زماننا هذا. وذلك نلحظ كما ذكرت أخي فيصل كنت أتكلم مع قبل اللقاء بأن خطب الأعياد أو عرفة هي مثابة رسائل عامة، لا ينبغي أن تسلط الضوء على منحا معين دون غيره من مناحي الحياة، بل هي رسائل عامة تعالج قضايا عامة وتعالج أمورا مهمة يحتاجها المسلمين في زمانهم ذلك. الشيخ ماهر بدأ خطبته بالتأكيد على أصول الدين ثم على أول أركان الإسلام، تحدث عن الشهادتين. معلوم أخي فيصل بأن هذا الدين قام على التوحيد، والله عز وجل لم يبعث رسله إلا بالتوحيد، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ولذلك أخي فيصل كان لزاما الحقيقة على أن ينبه إلى هذا الملحظ العظيم، وهو ضرورة أن يخلص العبد العبادة إلى الله عز وجل وأن لا يكون فيه معه سبحانه وتعالى أحد في هذه العبادات، وضرورة أن يحرص الإنسان على معتقده وعلى توحيده، لا يعبد إلا الله، لا يصلي إلا له سبحانه وتعالى، لا يحج إلا لبيته الحرام، لا يذبح إلا له، لا يدعو إلا إياه سبحانه وتعالى، دائما متضرعا له جل وعلا، لا يشرك معه غيره في العبادة. ولذلك الحقيقة كان مناسبا أن يكون مطلع هذه الخطبة أن يكون ذلك ضرورة وأهمية التأكيد على هذا المنح العظيم هو منح التوحيد. وذلك جاء في الحديث الإيمان بضع وسبعون شعبة، وفي رواية بضع وستون شعبة، قال أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فلا شك بأن أعلى منازل الإيمان ومراتبه هو قول لا إله إلا الله وإفراده جل وعلا بالعبادة، ولا سيما ونحن اليوم نلحظ كثيرا من المسلمين مما خلط في مسائل التوحيد وإفراد الله عز وجل بالعبادة وأشرك معه غيره في كثير من مناحي حياته، إما هواه، إما صنما يعبد، إما هوى متبع. ولذلك الحقيقة أوصى أو ذكر فضيلته بضرورة أن يمحص المسلم توحيده ومقصده لله عز وجل، ولا سيما من هذه الرسالة موجهة ابتداء وأولا وأخيرا إلى ذات الحاج أخي فيصل. فمعلوم بأن الحاج كثيرا ما يأتي من مكان بعيد، من فياث بعيدة، من أراض قاسية، قد بذل جهده وماله ونفسه وترك الأهل والأصحاب والأحباب والديار قاصدا لوجه بيته الحرام، فلا بد أن يخلص العباد لله عز وجل، ولا بد أن يمحض توحيده لله جل وعلا حتى تقبل هذه العبادة. ومعلوم بأن العبادة لا تقبل إلا مع إفرادها لله عز وجل. ولذلك من شروط قبول العمل الصالح شرطان اثنان، أولا إخلاصه لله جل وعلا وإفراده به سبحانه وتعالى في المقصد، ثانيا أن يكون ذلك العمل موافقا لهديه صلى الله عليه وسلم. ذلك ماذا قال في خطبة عرفة؟ قال خذوا عني مناسككم. فلا شك أن أهمية التوحيد في حياة المسلم في أن يصح له معتقده إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فلا بد الحقيقة للمسلم في رحلة الحياة أن يكون مخلصا لله جل وعلا في جميع أعماله وتوجهاته وقرباته لله جل وعلا، وكذلك أن يحرص أن يطهر ذلك التوحيد وتلك الشهادتين التي أعلنها دخولا في هذا الدين وبقاء عليه لله جل وعلا، وألا يمسها ما يشوبها ويصفها عما ينبغي أن تكون عليه. دائما ارتباط شيخنا هذه الشعيرة العظيمة شعيرة الحج بإقامة ذكر الله، بإقامة التوحيد، بنفي الشرك، الرابطة هذه والعلاقة بين التوحيد وبين الحج. جاء في الحديث إنما كان الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة والوقوف بعرفة الإقامة ذكر الله عز وجل والتوحيد.
ولذلك أخي فيصل اليوم ما الذي يرجوه حجاج بيت الله الحرام في هذه الأرض في هذه البقعة القاحلة المقفرة من الأرض؟ إنما يريدون ماذا؟ وجه الله جل وعلا. لم يأتوا لطمع في أمر من أمور الدنيا، لا لمال يرتجى ولا لتجارة تكتسب ولا لمطمع من مطامع الدنيا، إنما أتوا مخلصين ممحضين مفردين النية والعبادة لله عز وجل. ولذلك الحج من الأركان والعبادات العظيمة التي يتقرب بها العبد لربه جل وعلا، يتجلى ويسمو فيها ماذا؟ التوحيد وإفراد العبادة لله جل. حتى في ملبسهم أخي فيصل لا يتميزون، كلهم على لباس واحد وكلهم بلسان واحد، لسان تهليل وتكبير وتلبية وتحميد، ولذلك كلهم في هذا على قلب رجل واحد في عمل واحد، حتى كذلك حتى أعمالهم واحد أخي فيصل، يقفون في مكان واحد، يرمون في مكان واحد، يطوفون في مكان واحد، يسعون في مكان واحد، كل ذلك استجابة لأمره جل وعلا. وإذا قلت قبل قليل كلهم يأتون هذا، لك ماذا قال إبراهيم؟ قال إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. فالقدوم إلى مكة غالبا أخي فيصل لا يكون إلا لوجه الله عز وجل، لا لطلب شيء من أمور الدنيا، إنما ابتغاء لوجهه جل وعلا وإفرادا للعبادة له جل وعلا، واستجابة لدعوة نبينا إبراهيم عليه السلام الذي قال الله عز وجل وأذن في الناس بالحج يأتوك وعلى يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. فلا شك أخي فيصل أن الحج من أسمى العبادات التي يتجلى فيها مبدأ التوحيد وإخلاص النية والمقصد له جل وعلا. أيضا الشيخ ماهر تحدث وأكد على ما جاء في كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم بالأمر بطاعة الله عز وجل وطاعة رسوله وطاعة أولي الأمر. أخي فيصل تعرف أن 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 هذا الدين جاء لإصلاح حياة الناس ومعادهم، ومعلوم بأن حياة الناس لا تصلح إلا في اجتماعهم على كلمة كلمة واحدة، لأن اختلاف الكلمة وتفرق الجماعة يحدث فيهم المفاسد ما الله به عليم. فبافتراق الكلمة تذهب الأموال وتزهق الأرواح وتضيع الحقوق وتغيب المبادئ والأولويات. ولذلك ماذا قال الله عز وجل؟ وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ولذلك لابد أن يكون المسلم حريصا في أن لا يطيع إلا الله عز وجل أولا وآخرا، ثم يتمثل سنته صلى الله عليه وسلم، ثم كذلك يطيع من والله الله عز وجل أمره في غير معصية الله عز وجل، مبتغ بذلك وجهه جل وعلا اجتماعا للكلمة ووحدة للصف. وكما أسلم فيصل قبل قليل لما كانت خطبة يوم عرفة خطبة عامة ورسائل توجيهية عامة، كان يقصد بها النبي صلى الله عليه وسلم أن يوجه رسائلا قبل رحيله، أكد على مثل هذه المسائل وهي ضرورة التمسك بالجماعة وضرورة عدم الفرقة وعدم المشاقة ولزوم الجماعة كذلك. لما أسلفت قبل قليل أن بالفرقة شر عظيم وبالنزاع إيش يعني الأثر لا يخفى على أحد من عدم اجتماع الكلمة والفرقة وضياع الحقوق وإزهاق الدماء والروح كما أسلفت. ولذلك يعني كان مناسبا في هذا المقام الحق في هذه الخطبة المباركة أن يؤكد على مثل هذا الأمر، ولا سيما نحن اليوم في زمان أخي فيصل كثرت فيه الشعارات وكثرت فيه الرايات وكثر فيه اللغط وكثر فيه الأخذ والرد، فما أجمل حقيقة أن يذكر بمثل هذه الوصية في هذا الموقف العظيم. شيخنا نحن في هذا الوقت من تداول المعلومة واقترابها من كل أحد والخوض أيضا كذلك في بعض الأمور ربما الشرعية والدينية لمن هو غير متخصص في ذلك، الحديث شيخنا عن تسليم الأمر لله عز وجل، تسليم الأمر لنبيه صلى الله عليه وسلم، كون الإنسان يأتيه الآية من كتاب الله عز وجل، تأتيه كلمات من حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيسلم مباشرة ولا يبدأ يسأل وربما يكون لديه شيء من التنطع
والبحث عن أمور ربما هو لا يفقه فيها. الحديث عن التسليم لله ولرسوله في أمور الشرع. ماذا يقول الله عز وجل أخي فيصل؟ إنما كان قول المؤمنين ورسوله إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكموا بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فما واجب المسلم تجاه تعاليم الدين وأوامر الشرع وخطابه جل وعلا وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم إلا أن يقول سمعنا وأطعنا؟ أيضا من صميم إيمان المؤمن والمسلم أخي فيصل يعلم أنه لم يخلق المولى عز وجل ولم يأمره بعبث قط، ولم يوجد المسلم في هذه الحياة ولم يؤمر بهذه التكاليف وهذه العبادات إلا لمقاصد عظيمة علمها من علمها وجهلها من جهلها. ولذلك ينبغي أن يطمئن قلب المسلم أخي فيصل تجاه كل مثل هذه العبادات وهذه الأركان وهذه الواجبات، وأن يسلم الأمر كله أوله وآخره دقه وجله لله جل وعلا، وأن يطيب بذلك نفسا. لذلك أخي فيصل المسلم ليس مأمورا أن يسلم عقله وفكره إلا لما جاء في الوحي من كتاب وسنة، أما ما غير ذلك فإنه قابل للأخذ والرد. وإذاك ماذا يقول إمام مالك؟ كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، يقصد النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك من صميم الإيمان أخي فيصل وسلامة المعتقد أن يكون المسلم طيبا بنفسه أو طيبة نفسه بالعبادة، مقبلا عليها دون ما تردد ودون ما شك، خاضعا وذالا له جل وعلا قربة له سبحانه وتعالى. ولذلك كما أسلفت المسلم دائما موقفه تجاه ما يأمر به المولى عز وجل هو ماذا؟ هو التسليم دون ما المناكفة، دون ما إن ظهرت الحكمة والعلة فالحمد لله، وإن لم تظهر فهو جل وعلا لا يأمر بعبث سبحانه وتعالى، إنما يأمر بتكاليف وعبادات وأحكام ومسائل لغايات وأهداف وحكم جليلة عظيمة ظهر منها ما ظهر وسيظهر منها ما سيظهر وكذلك خفي منها ما خفي. أيضا وذلك يا أخي فيصل هذا يشمل جميع مناحي التكاليف، سواء كان على جانب العبادي، سواء كان جانب السلوكي، سواء كان ذلك يتعلق بجانب المعاملات كذلك، كلها مبنية على حكم. ولذلك يا أخي فيصل لو أخذت أي يعني منح من مناحي التكليف اليوم في الحياة وأي أدب من الأداب التي أمر بها الشارع الحكيم وجدت وتأملت وجدت فيها من الحكم العظيمة والمقاصد الجليلة مما يجعل المسلم يطمئن لكل أمر من أوامره جل وعلا ولكل توجيه منه صلى الله عليه وسلم. أيضا ذكر فضيلة الشيخ ماهر المعيقلي في خطبة عرفة تأكيد الشرع على حفظ الضروريات الخمس وهي الدين والنفس والعقل والعرض والمال. نتحدث عن عظم هذه الضروريات الخمس ثم شيخنا نفردها واحدة واحدة. أخي فيصل هذه الضروريات الخمس تقوم بها مصالح العباد في أمر دنياهم وفي أمر أخراهم، وبحفظها يحفظ أمر الدين والدنيا، وهي ماذا؟ الدين ثم النفس ثم العقل ثم العرض ثم المال. هذه ضروريات الخمس يجب على كل مسلم أن يحافظ عليها. وذلك ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة عرفة؟ إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ولذلك أخي فيصل ينبغي المسلم أن يتقي الله عز وجل في هذه الضروريات، أن يحفظ دينه من كل ما يدنسه، كذلك يحفظ الأنفس سواء نفسه أو نفس غيره من عموم المسلمين، وكذلك من الأنفس المعصومة، كذلك أن يحفظ عقله من كل ما من شأنه أن يزين ذلك العقل الذي يتميز به الإنسان عن بقية سائر المخلوقات، كذلك يحفظ عرضه وأعراض إخوانه من المسلمين، كذلك يحفظ ماذا؟ ماله. وإن كان المال من متع الدنيا وهو من الشهوات التي تطلع إليه الأنفس إلا أنه ضرورية من الضروريات التي جاء الإسلام بحفظها. فخلاص القوم في هذا بأن هذه الضروريات الخمس جاءت الشريعة والشرائع بوجه عام على المحافظة عليها، وجاءت هذه الشريعة المباركة بالتأكيد على المحافظة عليها وسن كل ما من شأنه في أن يدنس أو أن يحافظ عليها، ومنع كل ما من شأنه أن يدنس ويخدش هذه الضروريات الخمس. وأقول أخي فيصل جميع الشرائع البشرية اليوم تسعى لحفظ هذه الضروريات الخمس، ولكن الكثير منها أخطأ في طريقة
حفظها والإبقاء عليها. إلا أن هذه الشريعة لما كانت من عندي رب حكيم وإله عزيز جاءت بتشريعات وأحكام وتكاليف وعبادات ومسائل ومعاملات كان من شأنها أن تحفظ هذه الضرورية الخمس وأن تبقى على ما ينبغي أن تكون عليه حتى يسلم لبني البشر أمر حياتهم وأمر معادهم. شيخنا بعض المظاهر التي من خلالها حفظ الشرع الدين وكذلك النفس والعقل والعرض والمال، بعض المظاهر وبعض الأوامر التي شرعها وسنها الدين. أخي فيصل لما نأخذ على سبيل المثال يعني ضرورة النفس، معلوم بأن الله ماذا قال أخي فيصل؟ ولكم في القصاص حياة، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. ولذلك جاء الشرع بتحريم قتل النفس، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فلو لاحظنا النصوص الشرعية وجدنا أن الشارع حرم كل ما من شأنه الاعتداء على النفس بجميع أشكاله، بجميع أشكال الاعتداء، وحرم هذه النفس وجعلها معظمة في نفوس كل مسلم، وحرم كل ما من شأنه أن يكون اعتداء على هذه النفس. كذلك أخي فيصل لو أخذنا ضرورة العقل تجد أن الشارع حرم أن يعبث المسلم بعقله إما بما يزيله أو ينقصه، لذلك حرم المسكرات والمخدرات، وحرم كذلك الاعتداء على الأعراض. لو أخذنا ضرورة العرض أخي فيصل، ولذلك مثلا سن حد الزنا وحرم الفواحش وما شابه، كل ذلك حفاظا على العرض. كذلك حرم الاعتداء على الدين أخي فيصل، فأوجب مثلا حد الردة، كذلك أمر بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كل ذلك حفاظا على الدين. فتجد أخي فيصل أن الشارع الحكيم كل ما من شأنه في هذه الضوية الخمس يحافظ عليها ويدعمها ويعززها في حياة الإنسان سنه وشرعه حتى تستقيم. ولذلك أسلفت قبل قليل بأن حياة بين البشر في أمر دنياهم وفي أخراهم كذلك لا تستقيم إلا بالمحافظة على هذه الضروريات. كذلك هذه الضروريات مرتبة، المحافظة عليها مرتبة أخي فيصل، فيجب المحافظة أولا على الدين، ثم بعد ذلك على النفس، ثم بعد ذلك على العقل، ثم بعد ذلك على العرض، ثم بعد ذلك على المال. وذلك يظهر أثره عند تزاحم المحافظة على هذه الضروريات. فمثلا تجد أن الشارع أمر بالجهاد في سبيل الله، كل ذلك محافظة على الدين حتى وإن ذهب معه النفس. فهذا يظهر هذا الأمر أثر الترتيب عند ازدحام المحافظة على هذه الضروريات. على كل حال أخي فيصل الحديث عن هذه الضروريات حديث كبير صحيح. جدا حقيقة صحيح. لكن ينبغي أن نفهم جملة من المسألة. أولا أن الشارع جاء بالمحافظة على هذه الخمس ودعم كل ما من شأنه أن يعزز المحافظة عليها، كذلك جاء بتحريم كل ما من شأنه أن يخدش المحافظة عليها أو أن يخدش جانبا من جوانبها. كذلك أمر المسلمين الحقيقة بضرورة المحافظة عليها، وكذلك أبرز أهمية هذه الضرورات الخمس في نصوص الوحي من الكتاب والسنة. نستأذنكم فضيلة الشيخ ونستأذن المشاهدين الكرام في فاصل يسير ثم نعود إليكم. لك والملك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة. مرحبا بكم من جديد ونحن في هذه التغطية لخطبة عرفة والحديث عن مضامينها مع ضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور راشد أبن سعد مطوع. الشيخ راشد قبل الفاصل تحدثتم عن الضروريات الخمس التي أكد الشرع على حفظها وحفظها للناس. شيخنا هناك بعض التصورات ربما عند بعض الناس وإن شاء الله أنها غير منتشرة وليست ظاهرة، لكن يقول هذه أمور الضروريات الخمس هذه أو بعضها إذا لم أضر غيري فأنا أتحكم فيها ولي فيها أن
أفعل بها ما أشاء. مثلا من ناحية المال، أنا لم أسرق، لم أغش، لم أكتسبه من حرام، لكني سأنفقه فيما أشاء. أيضا البعض ربما يصل إلى مرحلة الانتحار ويقول أني هذه نفسي وأنا مسؤول عنها، أنا أريد أن أنهي حياتي. هذه التصورات التي تأتي عند بعض الناس عن أنه يملك نفسه، يملك ماله، يملك أن يتصرف فيها. أخي فيصل، ينبغي أن يعلم المسلم أن ما يملكه أو ما يزعم أنه يملكه ليس له أخي، إنما هي أمانة من الله عز وجل لديه في حياته الدنيا. حتى النفس التي بين جنبتيه إنما هي أمانة منه جل وعلا لهذا العبد حتى يعبد الله عز وجل بها، ثم يسترد هذه الأمانة. حتى ذلك المال أخي فيصل، المال منه جل وعلا هو وديعة بين يديك أيها المسلم، أودعه الله عز وجل بين يديك حتى تؤدي حق الله فيه. كذلك ذلك العقل أخي فيصل. لذلك مثلا على سبيل المثال حرم الله عز وجل قتل النفس، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. كذلك ماذا قال الله عز وجل؟ ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. ولذلك لا ينبغي المسلم الحقيقة أن يكون فردانيا فيما يملكه حقيقة، وأن يكون أو يزعم بأنه متحكم تحكما مطلقا فيما أوتي من صحة، فيما أوتي من عقل، فيما أوتي من نفس، فيما أوتي من مال. فهذا الدين أخي فيصل جاء لإصلاح النفس قبل أن يصلح المجتمع، لأنه معلوم إذا صلحت النفس صلح المجتمع. صحيح. فلا ينبغي المسلم الحقيقة وينبغي أن يقال أخي فيصل أيضا أن الإنسان لا يعيش في هذه الحياة مفرده. صحيح. لأن الإنسان بطبعه أنه يتأثر ويؤثر، ولذلك جاءت هذه الحياة بالمحافظة أولا على النفس، نفس المسلم بذاته، ثم وجب عليه أن يحافظ على نفس غيره. ولذلك لو تلحظ أن الشارع الحكيم لم يحرم فقط قتل نفس الغير، بل حرم كذلك قتل ذات المرء لنفسه أخي فيصل. ولذلك جعل الانتحار من كبائر من كبائر الذنوب. ولذلك حتى العقل أخي فيصل لا يسوغ لأحد أن يقول أنا سأشرب المسكر مثلا أخي فيصل دون أن بهذا عقلي وأنا حر به. هذا لا يسوغ، لأنه إذا شربه فإنه أذهب ذلك العقل الذي حرمه الله عز وجل وجعله شيء من الحرمة. أيضا ذهاب العقل سيتضرر به الغير أخي فيصل، لأن معلوم بأن الإنسان إذا فقد عقله حينئذ لا يعلم ما يتصرف تجاه ذهاب ذلك العقل. كذلك العرض أخي فيصل، معلوم بأن العرض له التصاق بالغير، فالإنسان لا يعيش في هذه الحياة كعيشة الغاب كما يقال، إنما هو متصل بغيره ومدني بطبعه، يخالط الغير ويعيش مع الغير، يتأثر ويؤثر. ومن هذا المنطلق أخي فيصل جاء الإسلام الحقيقة بأن يحافظ الإنسان على ما يملكه وعلى ما يملكه الغير. ولذلك أيضا لأن هذا الدين ليس دينا فردانيا بحيث يحافظ على الفردية الملكية الفردية، وذاك حتى في الأملاك، وذاك حتى في النظام المالي أخي فيصل. اليوم نظام المالي العالمي جاءت مثلا الشيوعية لمحاربة الملكية الفردية مثلا، فحرمت كل ما يتعلق بالملكية الفردية، فمنعت التملك الأفراد للأعيان مثلا. ثم جاءت بعد ذلك الرأسمالية لتحارب، لما ظهرت الشيوعية وبان عوارها جاءت الرأسمالية بالطرف الآخر، فأشبعت الملكية الفردية التي منعت منها الشيوعية، فكل ذلك على طرفي نقيض. فجاء الإسلام في الوسط فأعطى للعبد حق التملك، لكن لا يعني أن يتملك الشيء من مال ومتاع وعين أن يستفرد بها ويستعملها على الوجه الذي يضر بالغير. فمثلا هذا المال أخي فيصل لا يحق الإنسان يقول هذا مالي يتحكم فيه كما أريد، أنفقه كما أريد، أكتسبه كما أريد، لا يحق له ذلك. نعم هو ماله، له الحق في أن يطعم منه وأن يشرب منه وأن يلبس منه وأن يسكن منه، لكن تصرفه ذلك مقيد بضوابط بحيث لا يتعدى باستعمال ذلك المال على حق الغير. وإذا جاء تحريم الربا أخي فيصل، جاء لماذا حرم الربا؟ حتى لا يكون ذلك الحق، حق التملك الفردي، طاغيا في أن يبلغ أثره بالضار على الغير. ولذلك هذا الدين دين عظيم أخي فيصل، جاء يعالج جميع مناحي الحياة، وجاء ليضبط إيقاع
أطراف ومناحي وملاحي الحياة. فهو أعطاك حق التملك أيها المسلم، وأعطاك ما أعطاك من نفس ومال وعرض كذلك وزوج وولد، لكن لا ينبغي جراء هذا الحق الذي أعطيت إياه أن تعتدي على حقوق إيش الآخرين. وفي الوقت ذاته لا ينبغي وأن أعطيت هذه الحقوق أن تتصرف فيها كما تشاء، فهي عارية عندك. والنظرة الشرعية أخي فيصل والربانية لهذه الحياة إنما هي حياة إيش مؤقتة، فالحياة الأبدية عند لقاء الله جل وعلا الرحيم من هذه الدنيا. وذاك ماذا يقول الله عز وجل في سورة الفجر؟ يقول يا ليتني قدمت لي لحياتي. فالحياة الحقيقية أخي فيصل ليست هذه الحياة الدنيا، حتى هذه حياة عابرة، إنما الحياة الحقيقية التي نربو لأن نكون سعداء فيها هي الحياة الحقيقية عند لقائه جل وعلا. وذاك ماذا يقول الله عز وجل في الآيات الأخرى؟ وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. لكن يقول كثير من الناس اليوم لا يعلم مثل هذه الحقيقة، فأخذهم متاع الدنيا وزخرفها، وأخذهم شيء من الغرور في هذه الحياة الدنيا. فهذه هي النظرة الشرعية أخي فيصل، أن هذه الحياة ما يهب لك أيها المسلم من مال وولد وزوج وعقل ونفس إنما هي عارية منه جل وعلا، وديعة منه جل وعلا عندك ولديك في هذه الحياة الدنيا، تستخدمها وتعيش معها في هذه الحياة وفق ما رسمه المولى عز وجل لك، ثم ترجع هذه عند ودائعك لهذه الدنيا. فالله عز وجل أعطى الحقوق ورتب الواجبات وجعل الإلزامات والالتزامات بحيث يحفظ للفرد حقه شريطة ألا يعتدى بذلك الحق على حق إيش حق الآخرين. أيضا الشيخ ماهر أكد على أن المحافظة كذلك على هذه الضروريات الخمس تتأكد أكثر وتعظم عندما يكون ذلك في الأماكن الشريفة كالحرمين الشريفين، وأكد على هذا الأمر، وأن الحج ليس إلا إقامة لتوحيد الله عز وجل وليس للشعارات السياسية أو الحزبية أو غيرها. نعم أخي فيصل، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، ألا فلبلغت اللهم فاشهد. فلا شك أن البلد العظيم والحرم أخي فيصل له من العظم ماذا؟ ما لغيره. وإذاك ماذا يقول؟ ومن يريد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فالحاج عندما ينزل هذه البقاع الطاهرة ينبغي أن يمحض نيته ومقصده لله عز وجل، وأن يظهر الوحدة المسلمين أخي فيصل. فالحج فرصة الحقيقة سانحة لأن يكون يعني ملحظا ونداء لعموم الأمة في بقاع الأرض وفي أصقاعها لنتحدوا على كلمة نيش واحدة. اليوم أخي فيصل ما تمر به الأمة من ضعف ووهن على الأمم إنما نشأ من ماذا؟ من الفرقة أخي فيصل. فنحن اليوم لسنا في حاجة أن نفترق أكثر مما افترقنا أخي فيصل. فالحج فرصة الحقيقة سانحة لأن يكون لكل حاج الحقيقة يعني دوره في أن يظهر صور الوحدة والوئام والتلاقي بين المسلمين. أخي فيصل اليوم هذا الإحرام، هذين اللباسين الرقيقين، الرداء والإزار الذي يلبسهما الحاج، ترى له معلم أخي فيصل. عندما يتحد جميع الحجاج في لبسه لا يختلفون مع اختلاف مستواهم المعيشي، مع اختلاف مكانتهم الوظيفية، مع اختلاف مستواهم التعليمي، مع اختلاف دولهم، مع اختلاف ألوانهم، مع اختلاف لغتهم وأسنتهم، إلا أن لباسهم واحد. هل هذا عبث أخي فيصل؟ أبدا، إنما هذا فيه ماذا؟ فيه ملحظ في أن يكون جميع الحجيج على قلب رجل نيش واحد، في أن يظهر كل حاج الحقيقة. اليوم أخي فيصل تجد أن تسكن في ميناء وتجد بجانبك في الغرفة الأخرى حاج من أصطاع الدنيا من شرقها، وفي المكان الآخر حاج من غرب الدنيا، والحج ملتقى لجميع الثقافات أخي فيصل، وجميع الأعراق وجميع الأجناس وجميع اللغات. ولذلك يعني هذا الاجتماع العظيم مع هذه الاختلافات كلها بشتى أنواعها لا شك أنه مدعاة للمسلم حقيقة إذا نزل هذه البقاع الظاهرة أن يكون حريصا على أن يظهر وحدة المسلمين، لا أن يظهر شيئا من تلك الشعارات التي من شأنها أن تفرق وأن تحزب وأن تفت في عضد الأمة الحقيقة، وأن تعزز مثل هذه النزاعات وهذه الخلافات التي فرقت المسلمين في عموم وبقاع الدنيا.
أيضا تحدث عن ما لا تخطئه العين من هذه الخدمات العظيمة من هذه الحكومة المباركة، والدعاء لكل من قام على خدمة حجيج بيت الله عز وجل. أخي فيصل، الخدمة الحجيج شرف منه جل وعلا، والله عز وجل شرف هذه البلاد بأن تكون هي القلعة التي تقوم على خدمة هذين الحرمين الشريفين أخي ياسر، وهذه منحة منه جل وعلا، ونحن في هذه البلاد أخي فيصل نتفيأ بركة خدمة البيتين من هذا الأمن، من هذا الاستقرار، اجتماع الكلمة. ولذلك أولا علينا نحن في هذه البلاد أن نشكر الله عز وجل على هذه النعمة حقيقة، لأنها منه جل وعلا، علينا أن نحافظ عليها ونشكر الله عز وجل عليها حتى نتفيأ بركتها في الدنيا قبل الآخرة، لأن القيام على البيتين وعلى الحرمين والقيام بشؤونهما والسقاية فيهما والرفادة فيهما والحفاظ على أمنهما بركة على أهل تلك الديار الحقيقة. فنحن اليوم في هذه البلاد اليوم الخيرات تأتينا من كل حدب وصوب، والخيرات تهل علينا من كل إيش، من كل جانب، وما ذاك والله تعلم إلا لقيامنا على هذين الحرمين الشريفين. ولذلك علينا جميعا من أهل هذه البلاد حكاما ومحكومين، كل من يقوم بخدمة الحجاج بصيات مباشرة أو غير مباشرة، نشكر الله عز وجل عن هذه النعمة وأن نحافظ عليها. كذلك على من أتى حاجا لهذا البيت أن يحفظ لمن قام مع الحجاج إيش حقه، احتراما ودعاء أخي فيصل ومساندة وإعانة. وذاك دائما ما أقول كل من يأتي حاج هو رجل إيش، رجل أمن في ذلك ذلك الحج. الحقيقة رجال الأمن ليس هم رجال الشرطة والعسكريين وما شابه ذلك، نعم هم المحولون بالمقام الأول في هذا، وهم على خير عظيم وعلى باب جليل الحقيقة، إلا أن كل حاج مأمور في أن يكون هذا الحج في أن يخرج على أبهى صورة وأكمل إيش حلة الحقيقة، وأن يكون منتبها وعينا نافذة وبصيرة في كل ما من شأنه أن يكدر صفو هذا الحج وأمنه. والشكر موصول الحقيقة لهذه البلاد حكاما ومحكومين الحقيقة في كل هذه الجهود التي لا تخطئ العين أخي فيصل. فالدولة اليوم وفقها الله تسخر كل إمكانياتها وجميع يعني الخدمات لخدمة لهؤلاء الحجاج منذ مقدمهم إلى رحيلهم من الديار المقدسة. فجزى الله عز وجل كل من قام على هذه الجهود وهذه الخيرات خير الجزاء، والخير بإذن الله عميم في الدنيا وأيضا في الآخرة عند لقاء الله جل وعلا. أيضا شيخنا هو تحدث عن قاعدة، هي قاعدة ربما تكون أصولية وفقهية، تحدث عن أن الوسائل لها أحكام الغايات. نعم أخي فيصل، هذه قاعدة جليلة، وأن الوسيلة له حكم إيش؟ حكم الغاية. ولذلك هناك دليل من أدلة الشرع، وإن كان قال ببعض الأصول اختلف في حجيته، هو دليل سد إيش؟ الذرائع. فأخي فيصل، الغاية أو الوسيلة كلما أفضت إلى محرم قطعا أو غلبت ظن فإنها تحرم لإفضالها ذلك المحرم. ولذلك أخي فيصل حرم النظر إلى الحرام، لماذا؟ لأنه يفضي إلى الزنا، والزنا محرم، إذا حرم النظر إلى الحرام. كذلك حرم البناء على القبور أخي فيصل، لماذا؟ لأنه يفضي إلى الشرك. كذلك حرمت الصلاة في المقابر لأنها أيضا تفضي إلى الشرك. فالوسائل لها أحكام إيش؟ الغايات. فكل ما أفضى إلى محرم فهو محرم، وكذلك كل ما لا يكون الواجب ما لا يقوم الواجب إلا به فهو واجب. فالغاية لا تبرش الوسيلة أخي فيصل، بل أن الوسيلة تأخذ إيش أحكام الغايات. ولذلك هذا الشرع الكريم جاء بجلب المصالح وتكثيرها ودرء المفاسد وتقليلها، وجاء بجلب كل مصلحة في الدنيا والآخرة وتحقيقها في حياة المسلمين في أمر معاشهم وأمر إيش معادهم. لكنه في الوقت ذاته إذا كانت الوسيلة في أصلها مباحة أو فغلب على الظن إفضاؤها إلى محرم، أو تيقن إفضاؤها إلى محرم، فإنها تحرم حينئذ، لأنها تفضي إلى محرم، لأن الوسائل لها أحكام الغايات. وكذلك ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وذلك هذه الشريعة جاءت ميزان عظيم فيما يتعلق بالمصالح والمفاسد، فجاءت بجلب المصالح وتكثيرها ودرء المفاسد وتقليلها. كذلك ضيقت كل ما من شأنه أن يفضي إلى مفسدة، ووسعت كل ما من شأنه أن يفضي إلى
إلى مصلحة، لكن الأهم من هذا أخي فيصل أن تكون تلك مصلحة متحققة مرادة شرعا، وأن تكون كذلك تلك مفسدة متحققة ومدفوعة شرعا. شيخنا، بعد هذه الخطبة العظيمة وبعد أن صلى المسلمون هناك في مسجد نمرة في عرفة الظهر والعصر جمعا وقصرا، الحاج في هذه البقاع الطاهرة في صعيد عرفات ماذا تبقى له من الأعمال حتى ينتهي من أعمال هذا اليوم العظيم؟ النبي صلى الله عليه وسلم في مطلع هذا اليوم العظيم يوم عرفة صبيحة اليوم التاسع ارتحل من منى إلى عرفة، فلما أقبل على نمرة ضربت له خيمة من شعر فمكث فيها صلى الله عليه وسلم، فانتظر الشمس أن تزول، فلما زالت الشمس نزل ببطن الوادي وادي عرنة واد بين مزدلفة وعرفة، فقام في ذلك الوادي خطيبا صلى الله عليه وسلم فخطب خطبته المشهودة، خطبة حجة الوداع، فكما أسلفنا وجه وعلم وحذر وأوصى، فختم تلك الخطبة ثم أذن المؤذن ثم صلى الظهر والعصر جمعا وقصرا، ثم بعد ذلك دخل إلى عرفة ووقف عند الصخرات، ثم لما وقف قال وقفتها هنا وعرفة كلها إيش؟ كلها موقف. ثم اجتهد صلى الله عليه وسلم بالدعوات وأخذ يعني يدعو ملحا ومتضرعا إلى الله عز وجل بأصناف الدعاء وأجل ما يدعو به المسلم ربه جل وعلا، ولذلك يعني حتى أنه يعني سقط خطامه يدعو فأخذه بإحدى يديه، حتى أنه صلى الله عليه وسلم كان مفطرا في ذلك اليوم، ولا يشرع للحاج أن يصوم ذلك اليوم. لماذا؟ حتى يكون عونا له على ماذا؟ على العبادة والطاعة والدعاء والقرب، خلافا للمقيم أي غير الحاج الذي يشرع له صيام ذلك هذا اليوم يوم عرفة. وذلك جاء في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال احتسب على الله أن يكفر السنة الماضية أو السنة إيش الباقية، خلافا للحاج. فالحاج مأمور بفطر هذا اليوم، لماذا؟ حتى يتقوى على الدعاء، حتى يتقوى على الذكر، حتى يتقوى على الخضوع والتذلل والتوبة إلى الله جل وعلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم تصور أخي فيصل منذ أن وقف عند الصخرات قال وقفتها هنا وعرف كلها موقف، ثم أخذ يضرع بالدعاء إلى أن غابت الشمس. ولك أن تعجب أخي فيصل أن صلاة العصر والظهر إنما صليت جمعا وقصرا، جمع تقديم حتى يتفرغ العبد للدعاء. لذلك خير الدعاء دعاء يوم وخير ما قلت أنا والنبي ويونا من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ولذلك علم النبي صلى الله عليه وسلم عظم الدعاء في هذا اليوم، فأشغله بالتضرع له جل وعلا وللحاي إليه جل وعلا بالدعاء. يعني تقريبا 5 ساعات. نعم، وهو استغرق كل هذا الوقت منذ أن صلى صلى الله عليه وسلم وتهيأ للوقوف بعرفة، نبه الحجاج لأني وقفتها هنا إلا أن عرفة كلها إيش موقف، حتى لا يظن أحد من المسلمين أن الوقوف إنما يكون في موضع وقوفه صلى الله عليه وسلم، لا، فعرفة كلها موقف. ثم بعد ذلك انقطع للدعاء حتى غربت الشمس أخي فيصل، وهذا يبين لنا أن عرفة يوم الدعاء أخي فيصل، ويوم الدعاء أو الدعاء في عرفة هو خير الدعاء. وذاك نصيحتي من هذا المنبر أخي فيصل لكل من يسمعني سواء كان حاجا أو مقيما أن ينصرف في دقائق هذا اليوم للدعاء جل وعلا بخير الدنيا والآخرة. فوالله إن الدعاء في هذا اليوم متى ما صادف قلبا خاشعا مقبلا ملحا غير مستبطئ للإجابة موقنا بالإجابة فإن الله سيجيبه لا محالة، لأن هذا اليوم يوم عظيم يباهي الله عز وجل ملائكته بهؤلاء الحجيج ويقول انظروا إلى عبادي هؤلاء. ولذلك يعني إذا لم يقبل الدعاء أخي في يوم عرفة متى سيقبل أخي فيصل؟ فهو يوم عظيم والدعاء فيه هو خير الدعاء. ولذلك نصيحتي نفسي ولإخواني من عموم المسلم هذا المنبر أن يكون هذا اليوم هو يوم دعاء. بعض الناس قد يقول أن الوقت طويل، لا أقل الحقيقة أن يخصص المسلم ساعة أو ساعتين من آخر هذا اليوم قبل غروب الشمس لدعاء الله جل وعلا، سيما أن المقيم صائم أخي فيصل، فيجتمع له فضل الصيام وفضل الزمان، وذلك حري بإذن الله عز وجل استجاب له. الصحابة الكرام رضوان الله عليهم اعتادوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يصوم هذا اليوم، حتى أنهم تماروا في حجة الوداع هل هو صائم أو غير صائم، حتى حدثت تلك الحادثة عندما أرسلت إحدى الصحابيات له باللبن فشربه، الدليل على
حرص النبي صلى الله عليه وسلم وأمره بصيام هذا اليوم وحث عليه. نعم، جاءت أم الفضل بلبن للنبي صلى الله عليه وسلم وكان منشغل بالدعاء فناولته ذلك اليوم فشربه، وذلك إظهار منه صلى الله عليه وسلم إلى أن الصيام في ذلك اليوم الحاج لا يشرع، وإذا كره جماعة من العلم أن يصوم الحاج يوم عرفة، خلافا للمقيم الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم وفي شأنه احتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. معلوم أخي فيصل بأن الصيام يأخذ من الجهد ويبلغ من الصائم من الظمأ والتعب والنصب ما لا يخفى، ولذلك فرغ الحاج في ذلك اليوم العظيم وأمر بالإفطار حتى يكون مهيا للدعاء والعبادة والتنسك والتضرع له جل وعلا. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان قائما فأراد ولعله رأى صلى الله عليه وسلم يظهر فطره صلى الله عليه وسلم من الصحابة، فلما ناولته أم الفضل ذلك اللبن فشربه على مشهد من الصحابة. ومعلوم بأن صلى الله عليه وسلم أفعاله وأقواله وتقريراته ماذا؟ تشريع، ما لم يد خلاف ذلك أنه من عباداته أو أنه خاصة به صلى الله عليه وسلم. شيخنا، ارتباط مشاعر المسلمين وبعض العبادات بينهم وبين الحجيج كأنهم سبحان الله ليسوا هم الحجيج فقط هم الذين في المشاعر المقدسة، وإنما كل المسلمين في كل البقاع معهم ببعض العبادات وبالمشاعر وبالدعاء وبغير ذلك. الحقيقة هذه المواسم وهذه الأيام الفاضلة ليست يعني مناسكها وعبادات ليس خاصة بالحجيج دون غيره من عموم المسلمين، وذاك مثلا على سبيل المثال صيام يوم عرفة أخي فيصل، صيام يوم عرفة أخي يشرع لغير الحاج، كذلك الأضاحي لما شرع الهدي للحاج إن كان متمتعا أو قارنا لا مفردا شرعت الأضحية للمقيم، كذلك أيام الحج عشر ذي الحجة أخي فيصل وهي خير أيام العام على الإطلاق، يشرع صومها، يعظم أجر العبادة فيها، يعظم الثواب فيها، وهذه خاصة، هذه ليست خاصة بالحاج، فهي الحاج ولغيره. كذلك أخي فيصل أيام التشريق أخي فيصل يحرم صومها، وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل، وهذا الحكم ليس خاصا بالحاج بل هي للحاج ولغير الحاج. كذلك أخي فيصل في هذه الأيام يوم عظيم وهو يوم عيد الأضحى يوم النحر، والنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث عند أبي داود إن أعظم الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر، ومعلوم بأن يوم النحر يوم عيد الأضحى هو عيد لعموم المسلمين الحقيقة في بقاع الدنيا، وليس ذلك اليوم عيدا للحاج دون غيره من عموم المسلمين، ولذلك ذلك يوم عظيم أمر فيه المسلم بالفرح والحبور والأكل والشرب، وكذلك أن يفرح بأن أتم الله عز وجل على عباده هذه العبادة العظيمة. وذلك دائما ما أقول أخي فيصل بأن أعيادنا نحن المسلمين ليست أعياد عبث صحيح. وليست أعياد له، وذلك نلحظ لنا عيدان فقط عيد الفطر وعيد الأضحى، وهي تأتي بعد إتمام ركنين عظيمين من أركان الإسلام السلام. فعيد الفطر يأتي بعد إتمام صيام رمضان، وعيد الأضحى يأتي بعد إتمام الوقوف بعرفة وإتمام الحج، فمواسمها مواسم عظيمة. ولذلك هذا العيد مثلا عيد الأضحى هو يعيش حتى كبر السن يسمونها الحج الأكبر صحيح. لأن معلوم كبير. بأن عيد الأضحى هو أفضل من عيد الفطر وهو أعظم أيام الله عز وجل على الإطلاق في العام. وإذا كما أسلمت أخي فيصل مواسم الحج ليس خاصة بالحج، ثم هناك ارتباط روحي أخي فيصل صحيح. في أصقاع الدنيا في غربها في شرقها، لأن هذا الركن ليس خاصا بالحج فقط وليس فضله مقتصر على الحج ذاته، بل فضله ممتد لجميع الحجين لما أسلفت من العبادات والأزمان الفاضلة كما تقدم قبل قليل. أستاذكم شيخنا ونسعد المشاهدين الكرام في فاصل يسير ثم نعود لاستكمال حديثنا. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والنعمة.